المشرف على المنتخب الأولمبي أستاذ صالح بو محمد. احنا نرحب فيك عبر قنوات الكاس. الفرصة الأخيرة اليوم صعبة أمام اليابان، لكن الجميل أو الإيجابي أنه الموضوع في يدك، تفوز تتأهل مباشرة. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت أنت أن الفرصة لا زالت في أيدينا، الفوز يعني أن التأهل مباشرة للدوري الثمانية، وإحنا إن شاء الله عملنا عدتنا بكل أمانة الفترة اليومين اللي راحت هذه بعد مباراتنا مع كوريا الشمالية. وقفنا على بعض الأخطاء اللي حصلت في أثناء المباراة، هي تقريبا أخطاء فردية الجميع يتحملها، يجب أن ما نحملها بعض اللعيبة أو نحملها الفريق، لا الجميع يتحملها. اشتغلنا بكل أمانة، لا الجانب الفني ولا الجانب الإداري، اشتغلنا بكل أمانة في خلال اليومين هذه ان احنا نعيد الفريق الى وضعه الطبيعي اللي احنا نتامل وواثقين ان شاء الله بحول الله ان اليوم يقدم المستوى المامول فيه. عاد النتيجه بيد الله سبحانه وتعالى. كان في قساوه من الاعلام السعودي، يمكن ابرزها يمكن كان التعامل مع ضحكه بصاص ومادو، اللي يمكن تكون ضحكه القهر او يعني ما ادري ايش تبي تعلق عليها. والله شوف، خليني ارجع لك من قبل البطوله بعيد عن انه الاعلام السعودي اعلامي قوي ويجب نعرف ونؤمن بالشيء هذا، لكن بكل امانه اصبح قوي في الشكل السلبي. بكل امانه احنا قبل ما نطلع للبطوله واحنا نسمع انتقادات ونسمع بعض الاراء السلبيه عن المنتخب الاولمبي، كنا نتوقع الدعم الايجابي والدعم الايجابي الدعم الايجابي حتى بعد نهايه البطوله وبعد خروج المنتخب. هذاك الوقت انت تبغى تنتقد، تبغى تقول الاشياء السلبيه قولها، لكن قبل البطوله وبعد البطوله بكل امانه وجدنا فرق بيننا احنا كاعلام سعودي وبين الاعلام في الدول الثانيه، وجدنا الايجابيه بشكل كبير وراء منتخباتهم حتى وهم يسقطون منتخب تلو الاخر، نجد الدعم بكل امانه لان هذول ابنائهم. انا ما اتكلم لك عني شخصيا او عن جهاز اداري او الجهاز الفني، هذول ناس مروا بتجارب كثيره، لكن اتكلم عن جيل مستقبل للكره السعوديه، لما يجي النقد والقدح فيهم بشكل مباشر بشكل يعني تعتبر احيانا حتى شخصيه. بكل امانه هذا الشيء اللي يوجعني انا كرجل مسؤول عن المنتخب، مسؤول عن هذول الابناء المستقبل للكره السعوديه، يجد انه اثاره بكل امانه سلبيه. انا اتمنى من اخواننا الاعلاميين اللي عودونا دائما على الوقوف مع المنتخبات في أسوأ ظروفه انهم يوقفون مع هذا الشباب. احنا جالسين نقدم كل ما استطعنا خلال الفتره هذه رغم الظروف المحيطه فينا. الظروف بوقفك انا معليش ابو محمد، هم يقولون ان كل طلباتكم يعني الدوري توقف، الامور اللي كل الطلبات اللي طلبتوها توفرت. يا استاذي الدوري توقف متى؟ توقف 7 ايام او اسبوع جولتين فقط. خلينا نتكلم صادقين، احنا المنتخبات هذه تشوفها اقل منتخب لعب قبل البطوله هذه 5 مباريات من غير الاستفاده من ايام الفيفا، منتخبات جالسه تشتغل، تعرف ان البطوله هذه ثاني اهم بطوله في العالم. منتخب كم مباراه ودي السعودي؟ لعبنا مباراه واحده بالفريق اللي انت شايفه، فقط مباراه. إذا نحينا مباراة العراق بحكم أن المدرب جالس يجرب مجموعة جديدة يبغى يوقف على مستويات بعض اللعيبة، هذه الحقيقة. إحنا اللي نشوفها الأخطاء اللي تصير كان المفروض أن نتجاوزها في المباريات الودية وفترة الاستعداد، هذا اللي حصل. إحنا خليني أكون معك صادق، ليش الدوري ما وقف؟ ليش؟ أسباب كثيرة تطرح التساؤل أمام الجميع. بكل أمانة إحنا لدينا المسببات اللي طلبنا فيها إيقاف الدوري ومشاركة اللعيبة في معسكر وفي مباريات ودية، وكنا عاملين برنامج، الأمور كلها هذه بكل أمانة اجتزت واختصلت في 7 أيام قبل البطولة، وهذا شيء ما هو في صالحنا. إن شاء الله بيفوز المنتخب اليوم 3 نقاط وبتنسي الأمور دي كلها. إن شاء الله. شكرا. شكرا للأستاذ صالح أبو نخاع.